السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع درس للصف الثالث الاعدادي، وهو نص خلال كريمة. نص خلال كريمة للشاعر حافظ ابراهيم. يعني ايه يا اولاد خلال كريمة؟ يعني صفات كريمة. خلال يعني صفات، وكريمة يعني حسنة وطيبة. الشاعر حافظ ابراهيم، قبل ما نتكلم على اي قبل ما نقول النص لازم نعرف نبذة مختصرة عن الشاعر. الشاعر حافظ ابراهيم ولد في محافظة اسيوط في 24 من فبراير 1872 ميلادية، ولقب بشاعر النيل وشاعر الشعب وشاعر الثورة وشاعر الشباب، ليه ألقاب كتير جدا جدا، وشاعر الفقراء لأنه كان قريب جدا من الشعب المصري. عاصر أمير الشعراء أحمد شوقي، يعني كان في الوقت في نفس الوقت اللي موجود فيه الشاعر أحمد شوقي، وتوفي عام 1932 ميلادية. تمام يا ولاد؟ في 21 من يونيو 1932 ميلادية. دي نبذة مختصرة عن الشاعر، لازم نعرف ان هو اتولد في اسيوط، واتولد سنة 1872 وتوفي سنة 1932، ولقب بشاعر النيل وشاعر الشعب. هو ليه ألقاب كتير، ولكن الألقاب المشهورة اللي هو شاعر النيل وشاعر الشعب. حافظ ابراهيم دايما اشعاره، انا بحب بصراحة شاعر حافظ ابراهيم لان اشعاره جميله جدا، معانيها سهله، ودايما يعني بتبقى قريبه جدا من الشعب، عشان كده سميها بشاعر الشعب. تعالوا كده نقول الشاعر قال ايه. الشاعر بيقول: اني لتطربني الخلال كريمه طرب الغريب باوبه وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءه والندى بين الشمائل هزه المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاق مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، ما لم يتوج ربه بإيه؟ بخلاقي. النص بيتكلم عن الصفات والأخلاق الكريمة اللي بيتصف بها الإنسان، وإن الأخلاق أهم كتير أوي 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 من الفلوس. تمام يا ولاد؟ فالشاعر بدأ كلامه بكلمة إني، وده أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن، بيأكد إنه تسعده، لا تطربني يعني تسعدني. يبقى الشاعر بدأ كلامه بتأكيد إن هو بيسعد، لا تطربني لا تسعدني. وجاي يا ولاد من كلمة الطرب، احنا لما بنسمع طرب بنسعد كده وبننشكح لما بنسمع طرب، فشبه هنا الكلمة يعني جاب بدل كلمة تسعدني كلمة تطربني، لأن كلمة تطربني بتأدي إلى السعادة. إني لتطربني الخلال كريمة، الخلال يعني الصفات، وكلمة كريمة يعني طيبة وحسنة. والمقصود اللي الشاعر عايز يقوله بيقول ان هو بيسعد جدا من الصفات الحلوة الطيبة الحسنة، يعني الأخلاق الكريمة والطيبة، أي صفة حلوة بيشوفها في إنسان بيسعد بها جدا جدا جدا. طرب الغريب بأوبة وتلاقي، إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب، طرب يعني سعادة، الغريب يعني الإنسان المغترب، الإنسان المغترب عن أهله وبلده، يعني إنسان بعيد عن بيته وعن أهله وعن بلده، سايب بلده ورايح بلد تاني، ده الإنسان المغترب يا ولادي أو الغريب. بأوبة يعني عودة، وتلاقي يعني لقاء أهله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشاعر بيسعد جدا بالصفات الطيبة الحسنة كسعادة، طربة يعني كسعادة أو كطرب. طرب احنا قلنا هو قال تطربون يعني تسعدني، يبقى طرب هنا معناه سعادة، سعادة الإنسان الغريب المغترب عن أهله بالعودة إلى أهله وبلده ولقائه بأهله. يعني مش العودة بس، ده العودة واللقاء بالأهل. يعني أنا لو أنا إنسان غريب ومغترب عن بلدي، دي هنقول سنة واحدة مش اتنين ولا تلاتة، وفجأة رجعت بلدي وقابلت أهلي،
تخيلوا سعادة الإنسان الغريب ده هتبقى سعادة قد إيه؟ هتكون سعادة كبيرة جدا. فالشاعر بيسعد بالأخلاق الكريمة نفس هذه السعادة، وهي سعادة الإنسان المغترب عن أهله بعودته إلى بلده ولقائه بمين؟ بأهله. وهنا أضاف كلمة الطلاق لكلمة الأوبة، الطلاق مش الطلاق، طلاق يعني اللقية أو اللقاء اللي حصل بينه وبين أهله، أضافوا لكلمة العودة عشان ان الفرحه والسعاده بتاعت الغريب ما بتكملش غير لما بيتصل بايه؟ باهله وبيرى اهله. تمام يا اولاد؟ يبقى الشعر هنا عايز يعرفني ان هو بيسعد جدا بالاخلاق الكريمه كسعاده هذا الغريب عندما يعود الى ايه؟ الى اهله. وتهزني ذكرى المروءه والندى. كلمه تهزني ايضا معناها تسعدني. كلمه تهزني معناها تسعدني. دول كلمتين جداد اهو، احفظهم كويس قوي قوي قوي. تهزني مش يعني تحركني، لا، تسعدني. ذكرى المروءة، ذكرى يعني ذكر، او ان احنا نذكر يعني المروءة والندى، او ان هو يشوفها على اي انسان. ساعة ما تيجي قدامه كلمة المروءة او الندى او يشوف الصفة دي على انسان بيسعد جدا جدا جدا. طب يعني ايه اصلا مروءة ويعني ايه كلمة ندى؟ ركزوا كده معايا. كلمة مروءة يعني الشهامة والشجاعة. طب امال كلمة ندى يعني ايه؟ الكرم والعطاء. تمام يا ولاد؟ هما دول صفتين من الصفات الكريمة. طب ليه يا ولاد الشاعر خصص الصفتين دول بس بالذكر؟ يعني هل هما بس دول الصفتين من الأخلاق الكريمة اللي بيحبهم؟ لا، هو بيحب كل الصفات الحلوة، ولكن خصص هنا الصفتين دول لأنهم دايما أكتر صفتين بيتصف بهم العرب وبيفتخر بهم العرب هي الشهامة والكرم. دايما بنقول العرب شعب، أو العرب يتصفون بالكرم ويتصفون بالشهامة والمروءة. تمام يا ولاد؟ فدي أكتر صفتين العرب دايما بيتصفوا بهم وبيسعدوا وبيتفخروا بيهم. تمام يا ولاد؟ فهما الصفتين دول الشاعر هنا ذكرهم لأنهم من أكتر صفتين مشهورين. وتسعدني ذكر الشهامة والشجاعة والكرم والعطاء بين الشمائل. الشمائل هنا يا ولاد معناها الأخلاق. اكتر خلقين بيعجبوني جدا جدا وبسعد جدا من ذكرهم او اشوفهم على انسان هما صفتين المروءه والايه والندى، بين الاخلاق الايه الحميده والطيبه. هزه المشتاق، هزه هنا برضو كلمه تهزني تسعدني، يبقى هزه سعاده. سعاده المشتاق اللي هو الانسان الذي يشتاق لرؤيه ايه؟ اهله، اللي احنا قلناه المغترب، هو نفس المغترب اللي مشتاق لرؤيه ايه؟ الذي يشتاق لرؤيه أحبابه. تمام يا ولاد؟ الإنسان المشتاق لنفسه يشوف أهله وبعدين شافهم، شوفوا سعادته بتبقى عاملة إزاي، هو بيسعد بالصفتين دول نفس هذه السعادة. يبقى هو في الأول أجمل كل الصفات، قال إن هو بيسعد بكل الصفات الطيبة، وفي البيت الثاني خصص صفتين اثنين اللي هي المروءة والايه والندى. كلمة الندى احنا عارفين ان الندى ده اللي هو الماء المتساقط اللي بنطلع الصبح كده ساعة الفجر نتلقى كده الندى ساقط علينا. الندى ده دلالة على الكرم، وعشان كده هو جاب كلمة الندى تدل على كلمة الايه المراد بها يعني الكرم والعطاء. هنا بقى تعالوا نشوف الشاعر دخل وقال لي ايه، بيشترط وبيقول لي فإذا، ده أسلوب شرط، فإذا رزقت خليقة محمودة، يعني إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى، رزقك الله خليقة محمودة. هل الخلق يا ولاد بيكون رزق زيه زي المال والعلم والحاجات دي؟ الخلق رزق. يعني الإنسان اللي بيتصف بأخلاق كريمة اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اداك رزق عظيم جدا ومن أعظم الأرزاق، وهي رزق الخلق. فإذا رزقت يعني أعطيت، فإذا رزقت يعني أعطيت أو ربنا سبحانه وتعالى أعطاك ومنحك خليقة، يعني مقصود بها خلق محمود يعني حسن وطيب. تمام؟ خليقة يعني صفة أو خلق حسن وطيب يا ولاد، محمود يعني حسن وطيب وكل الناس بتتكلم عنه كويس. فقد، ده أسلوب مؤكد برضو، فقد، وده جواب الشرط بتاع إذا، يبقى ده علاقته بما قبله نتيجة، لأن ده جواب الشرط بتاع إذا. فإذا رزقت خليقة محمودة إيه؟ فقد اصطفاك. اصطفاك يعني اختارك. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اختارك انت بالحاجة الحلوة دي. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق اللي هو الله سبحانه وتعالى.
مين اللي بيقسم الأرزاق؟ سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. تمام يا أولاد؟ فقد استفاق مقسم الأرزاق، يعني استفاق أنت بالرزق ده. ربنا سبحانه وتعالى يا أولاد بيرزق الإنسان كلنا زي بعض، كل إنسان بياخد رزقه كامل. تمام يا أولاد؟ أنا خدت مثلا رزقي خلق، في واحد تاني خد رزقه مال، في واحد تاني خد رزقه علم، وده اللي هنعرفه في البيت التاني، في واحد تاني خد رزقه صحة. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الأرزاق كل إنسان زي التاني. ممكن أكون أنا قليلة المال، أقعد أبص الإنسان عنده مال أقول يا بخته، شمعنا ربنا سبحانه وتعالى ده هو المال وما ادانيش، بس أنا عندي حاجات تانية رزق أنا مش عارف قيمتها، زي الصحة، زي العلم، زي الخلق الكريم اللي أنا أصلا مش عارفه. بس لو أنا عنده خلق مش هقول كده، يعني الإنسان اللي عنده خلق مش هقول شمعنا ده ربنا سبحانه وتعالى اداله المال وما ادانيش أنا. تمام يا أولاد؟ الإنسان اللي عنده خلق بيكون عنده رضا وقناعة بكل ما قسمه الله. تمام يا أولاد؟ فإذا رزقت، ده أسلوب شرط، إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى صفة محمودة وطيبة وحسنة، فقد اختارك الله سبحانه وتعالى من بين كل الناس بهذا الرزق وخصك أنت بيه. طبعا حد يسمعني يقول لي مش عايزين الأخلاق، احنا عايزين المال. تعالوا بقى نشوف كده، هل الأخلاق أحسن ولا المال؟ بيقول لي تاني، فالناس هذا حظه مال، حظه يعني نصيبه، يعني الناس كل واحد ليه حظ، هذا نصيبه مال، فالناس هذا حظه مال يعني نصيبه جمال، وذا علم. كلمة ذهنة يا ولادي يعني هذا، بس حذفنا هاء التنبيه، بس هي هذا. محدش يقول لي ذهنة، يعني اللي هي ذا من أخوات من الأسماء الخمسة، لا مش ذا اللي في الأسماء الخمسة، ذا هنا هذا اسم إشارة، هذا وذا علم وذاك، وده برضو اسم إشارة يا ولاد، بس اسم إشارة للبعيد زي ذلك. تمام يا ولاد؟ اسم إشارة للبعيد. وذاك مكارم الأخلاق يعني محاسن، مكارم يعني محاسن الأخلاق. تمام يا ولاد؟ طب ليه قال لي هنا هذا وهنا ذا وهنا ذاك؟ قال لي طبعا هذا عشانه مال، المال مالوش قيمة كبيرة، فجابه باسم الإشارة للقريب، وذا علم برضو اسم إشارة للقريب، ولكن جاب المكارم الأخلاق باسم إشارة للبعيد لتبين علو مكانة الأخلاق، يعني الأخلاق هي أعلى مكانة من المال وأعلى مكانة من من العلم. تمام يا أولاد؟ وذاك مكارم الأخلاق، فالناس اللي عندها خلق تفتخر بهذا الرزق، وبلاش تبص للمال وبلاش تبص طبعا العلم جميل هو والخلق، ولكن والمال جميل، كلنا بنحب الفلوس، كلنا بنحب الفلوس، ولكن لو ربنا سبحانه وتعالى اداك علم واداك خلق قول الحمد لله. ممكن العلم يجيب لك المال، ولكن المال اللي عنده مال ومفيش عنده خلق يعني هيبقى متدني جدا جدا جدا، وممكن يفسد وممكن يعمل كل الفواحش اللي موجوده على وجه الارض. ولكن لو عنده مال وعنده خلق اكيد هيبقى ده حاجة جميلة جدا جدا، المال والخلق مع بعض. تمام؟ وهنعرف الوقت في الابيات. تمام؟ طب لو ربنا اداني المال والعلم والخلق، يا ربي ده انت بقى يعني سبحان الله، ربنا بقى اصطفاك من كل الخلق واداك الثلاث نعم دول. والمال ان لم تدخره محصنا، تدخره يعني تحتفظ به، تدخره يعني تحفظه وتصونه، يعني تحفظه وتصونه. محصنا يعني محتميا بالعلم. المال إن لم تدخره، يعني المال إن دي شرط يا أولاد، إن لم تحافظ عليه وتصونه محتميا بالعلم، يعني لو المال ما كانش متحصن بعلم ومتحافظ عليه بالعلم كان نهاية الإملاق، الإملاق يعني الفشل، هتبقى نهايته الفشل. لو انت معاك فلوس وما فيش عندك علم هتبقى نهايته الفشل. انا اعرف قصة كده اقولها لكم سريعا جدا جدا عشان توضح لكم الموضوع ده. كان واحد عنده فلوس، كان شاطر جدا جدا في التجارة، كان بيتاجر في كل شيء في الدنيا، وكان عنده فلوس لا عد ولا حصر له، ولكن مش متعلم، لا بيعرف يعمل حسابات ولا بيعرف يعمل اوراقه ولا الكلام ده. فحب يعمل شركة كبيرة، فالشركة الكبيرة دي محتاجة بقى الاوراق ومحتاجة لمحاسب يقعد يحسب له ايه اللي داخل وايه اللي خارج والكلام ده كله. كان عنده حساب كبير جدا 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 في البنك، فبدأ يعمل الشركة دي وجاب محاسب بيمسك له بقى كل شغله. المحاسب ده بقى كل مثلا ما يجوا يصدروا حاجة او يستوردوا حاجة او محتاجين لمصاريف يدلوا كده ورقة يمضي عليها، الراجل يمضي من غير ما هو مش عارف يقرأ ولا يكتب فيمضي. طبعا لو هم محتاجين مثلا حاجة
ب10,000 جنيه، يروح جاي الراجل ده بعد ما هو يمضي عليه يروح مزود صفر قدام ال10,000، اصبحت ال10,000 100,000. لو هما محتاجين حاجه ب100,000 يزود صفر، بقيت اصبحت مليون، وهو بيسحب هو الفلوس ده وبياخد هو الفلوس. وفجاه فجاه بعت البنك للراجل اللي هو صاحب المال، ان انت الراجل صاحب المال ده بعت يجيب فلوس من البنك، بعت له البنك وقال له انت افلست. افلست فين فلوس اللي في البنك؟ كان عنده فلوس لا حصر لها ولا عد، وبيتاجر واصلا المفروض فلوسه تزيد. فجأة اكتشف ان المحاسب بتاعه، لان ده لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، اخد كل املاكه ومضاه على ورق، اخد منه كل حاجة في الايه، في كل فلوسه يعني اللي موجودة في البنك. ده دليل على ان الفلوس من غير علم نهايتها الفشل. تمام، انت انسان معاك فلوس كتير جدا جدا، ولكن مش عندك علم باي حاجه، ممكن اي حد يضحك عليك وياخد منك الايه، الفلوس. وكمان اذا ما كانش عندك اخلاق، ممكن بقى الفلوس دي تعمل بها كل المعاصي وكل الذنوب اللي ممكن تضيع منك الفلوس دي وما تستفادش ايه منها. فالمال ان لم تدخره محصنا بالعلم، ما كانش المال بيحميه العلم وبيحافظ عليه، كان نهايته الايه، الفشل. تمام يا ولاد، والعلم. طب واحد عنده علم بس مش عنده أخلاق، يا رب ممكن يعمل كوارث كتير جدا. والعلم إن لم تكتنفه شمائل، يعني تحيط وتكتنفه برضو، يعني تحافظ عليه وتصونه وتحيط به زي بالظبط الحصن، تكتنفه يعني تحميه وتحافظ عليه، وتحوطه شمائل يعني أخلاق. العلم إن ما كانش فيه أخلاق بتحافظ عليه وبتحميه، اللي هي تعليه وتعلي من شأنه وترفع من قدره، كان مطية الإخفاق. الإخفاق برضو يعني الفشل. وعلى فكرة الإملاق يا ولاد يعني الفقر، كان نهايته الفقر والفشل برضو. يعني الفشل في الإخفاق أكتر، ولكن الإملاق هنا الفقر، ميلة للفقر أكتر. تمام يا ولاد، فالعلم إن لم تحميه وتحفظه أخلاق تعلي من قدره ومن شأنه، كان مطية. كلمة مطية دي يعني وسيلة. الإنسان لما بنركب كده أعزكم الله حصان أو حمار، ده اسمه بنمططيه، يعني هو اسمه مطية، يعني وسيلة، وسيلة للنقل يعني. فهو هنا شبه الإخفاق، شبه العلم بدون أخلاق بالوسيلة من وسائل الفشل، بانه وسيله من وسائل الايه، الفشل. فانت لو عندك مال بدون علم هيبقى نهايته الفقر، وان كان عندك علم مفيش فيه اخلاق تعلي من قدره ومن شانه، فكان هو وسيله للفشل. ازاي؟ لو دكتور، تخيل كده، طبعا دكتور كده كبير جدا 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 وواصل ومشهور، جراح عظيم، لكن مفيش عنده اخلاق، مش ممكن انت هتأمن على نفسك هو مش عنده اخلاق تروح تخليه يعمل لك عملية. هو ممكن هتروح تعمل له عملية، وفي واحد تاني مثلا غني جدا 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 محتاج قطعة كبد، محتاج كلية، ممكن هو انت تبقى رايح تعمل ازاي ده ياخد منك كلية يحطها في مع واحد غني وياخد منها فلوس قد كده، لانه هو مش عنده اخلاق. هو عنده علم، يقدر يعمل فيك كده، يفتح لك بطنك، يعمل كل حاجة ويطلعك منها تمام، بس يعمل كوارث بقى، ياخد بقول لك كليتك يديها لواحد تاني ياخد منها فلوس. فالإنسان لو عنده علم بدون أخلاق ممكن يعمل مفاسد كتيرة جدا جدا جدا. تمام، يبقى المال يحتاج إلى علم، والعلم يحتاج إلى أخلاق. يبقى مين الأحسن في الآخر؟ هي الأخلاق. تمام يا ولاد، فبيقول لي لا تحسبن العلم ينفع وحده، يعني أنت ما تقولش ده علم يبقى العلم أكيد أحسن من المال وأحسن من الأخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده، يعني لا تعتقدن. والنون هنا يا ولاد دي نون التوكيد، والفعل طبعا فعل مضارع فمبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. لا تحسبن العلم، تحسبن يعني تعتقدن أن العلم ينفع يعني يفيد وحده من غير أخلاق، ما لم يتوج يعني يزين، ما لم يتوج ربه يعني صاحبه، صاحب العلم يعني ربه يا ولاد يعني صاحبه، بخلاق يعني بأخلاق ايه، كريمة. إذا كان صاحب هذا العلم مش متوج ومزين وحامي هذا العلم بالخلق،
فلا تحسبن العلم ينفع ايه وحده، يبقى العلم بتاعه مش هيفيده. العلم يحتاج يا ولاد الى اخلاق ايه تحمي، ولكن لا يحتاج الى مال. العلم يحتاج الى اخلاق. طب المال؟ المال يحتاج الى علم واخلاق. طبعا احنا عرفنا اهو ان العلم لازم فيه اخلاق، والمال محتاج لعلم. اذا المال والعلم محتاجين للايه؟ للاخلاق. يبقى اهمهم الاخلاق. وعشان كده بيقول لي فاذا رزقت خليقه محموده فقد اصطفاك مقسم الايه الارزاق. وبدا هنا يفصل لي الكلام، يعني ده كان بيت مجمل وبدا هو يفصله لي بعد كده، زي برضو في الناس وهذا حظه مال وذا علم وذاك مكان الاخلاق، وبدا يفصل لي بعد كده. يبقى البيت ده علاقته بما قبله تفصيل بعد ايه اجمال. تمام يا ولاد؟ جميل جدا. احنا كده يا رب نكون فهمنا وقدامنا المعاني وكل حاجه. طب تعالوا بقى يا ولاد نقول الجماليات. اني يا ولاد لا تطربني، اكيد اني واللام دي لام التوكيد، واني يبقى ده اسلوب مؤكد يؤكد على سعاده ايه الشاعر بالصفات الكريمه والخلال الكريمه. طيب طرب الغريب باوبه وطلاقي، هنا اجا كلمه اوبه وطلاقي عطف كلمه الطلاق على الاوبه، لان سعاده الغريب لا تكمل الا بايه بالعودة، مش بالعودة فقط ولكن بلقاء أهله. تمام يا أولاد؟ طيب هنا شبه سعادة الشاعر بسعادة الإنسان الإيه الغريب، يبقى هنا تصوير للشاعر وسعادته بالخلال الكريمة بسعادة الغريب بالعودة والرجوع إلى إيه إلى أهله. طيب بيقول لي وتهزني ذكرى المروءة والندى. ذكر هنا يا أولاد كلمة المروءة والندى، هيسألني لماذا ذكر هاتين الصفتين، أقول له الاعتزاز وفخر العرب بهاتين الإيه الصفتين. تمام يا أولاد؟ هنا برضو شبه لي سعادة الشاعر بالمروءة والندى بسعادة المشتاق عندما يعود إلى إيه؟ إلى أهله. طيب فإذا رزقت خليقة محمودة، ده أسلوب شرط يفيد التخصيص والإيه والتوكيد، يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقك بخليقة محمودة فقد استفاق. طبعا ده نتيجة، يعني علاقته بما قبله نتيجة لما قبله. تمام؟ لأن ده جواب الشرط، وجواب الشرط دايما بيكون نتيجة، وأسلوب مؤكد بقد. أسلوب مؤكد بإيه؟ بقد، يؤكد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله وإنه اصطفى الإنسان اللي بإيه عنده خليقة إيه محمودة. وفيها تصوير للخليقة دي بالرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه الرزق الحسن الطيب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه لنا. هنا بدأ يقول لي يقسم لي أرزاق الناس، قال لي فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. دي أنواع الرزق يا أولاد، أنواع الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها لنا، المال والعلم ومكارم الأخلاق. هل دي بس أنواع الرزق؟ لا، ده في صحة وفي أنواع كتير، ولكن دي الأنواع اللي الشاعر ركز إيه عليها. تمام يا أولاد؟ الناس هذا حظه مال وذا علم، ده يا ولاد علاقته بما قبله تفصيل بعد إجمال. يعني هو هنا بيقول إن لو ربنا ادك الخلق ده رزق، ده أعظم رزق، وبعدين بدأ هنا يفصل لي ويقول لي الأرزاق، أنواع الأرزاق. طيب المال إن لم تدخره محصنا بالعلم، هنا شبه لي يا ولادي العلم بالحصن المنيع الذي يحمي ويحافظ على المال. شبه لي العلم بالحصن المنيع الذي يحمي ويحافظ على الايه المال. وإن لم تدخره ده أسلوب شرط، وكان نهاية الإملاق جواب الايه الشرط، يبقى علاقته بما قبله نتيجة. يبقى كان نهاية الإملاق علاقتها بما قبلها نتيجة لما ايه لما قبلها. تمام. والعلم إن لم تكتنفه، تاني في شرط تاني هنا، وشبه برضو الشمائل والأخلاق بالحصن الذي يحافظ ويحمي الايه العلم. إن لم تكتنفه شمائل تعليه، يعني حاجة كده ترفع من قدره، وشبهها بالوسيلة اللي بترفع من قدر العلم. كان مطية الإخفاق، ده برضو علاقتها بما قبلها نتيجة. وشبه هنا يا أولاد العلم بدون أخلاق بوسيلة الفشل، وشبه هنا المال اللي بدون علم بوسيلة للفشل. تمام يا أولاد؟ وسيلة للفقر مثلا. لا تحسبن، ده أسلوب إيه نهي، لا تحسبن لب نهي، وبيأكد عليها اللي طبعا للنصح والإرشاد. لا تحسبن العلم ينفع وحده، بيبين لي ان العلم مش هينفع لوحده ما لم يتوج ربه بخلاق. شبه هنا الأخلاق يا أولاد بالتاج والزينة التي يتزين بها الايه الإنسان. تمام يا أولاد؟ يبقى الخلق هو الزينة التي يتزين بها الايه الإنسان. أرجو ان انا اكون قربت لكم بعض الجماليات وتكونوا فهمتوا النص يا سنة تالتة. ركزوا انتوا بقى على
على المضادات وعلى الجمع، ركزوا كويس قوي 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 على الجمع وعلى المفرد. طبعا هو بيبقى موجود في الكتاب، انتوا هتحفظوه بس عشان بس ما اطولش الفيديو، مش هقعد اقول لكم على كل كلمه مضادها ايه وجمعها ايه ومفردها ايه. انتوا ده شغلتكم انتوا يا سنه ثالثه. ارجو ان انتوا اكون سهلت لكم النص شويه. اللي عجبه النص بقى، اللي عجبه الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناه لو كنت لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.